هذا وحمل السيد محمد منيسي السفير الأسبق لجمهورية مصر العربية في قطر حمد بن جاسم جزءا كبيرا من تصرفات قطر العدائية تجاه الدول الشقيقة. الحقيقة أن قطر يمكن كان لي ظروف سمحت لي أن أنا أعمل في قطر من سنة 95 مباشرة بعد إطاحة الأمير حمد بن خليفة بولد الشيخ خليفة. يعني الانقلاب كان في شهر يونيو، أنا عملت كسفير لمصر في قطر في شهر سبتمبر، وتعاملت عن قرب مع نفس المجموعة الحاكمة التي موجودة في السلطة حاليا حتى في قطر. يمكن الاختلاف الوحيد أن الشيخ حمد بن جاسم في ذاك الوقت كان وزير خارجية، حاليا هو لا يشغل منصب رسمي، ولكنه في حقيقة الأمر ما زال هو ذو التأثير الكبير في سياسة قطر سواء داخليا أو خارجيا. وهو على فكرة أنا بأحمله جزء كبير جدا من تصرفات قطر الغير أو العدائية تجاه الدول الشقيقة لقطر. ويمكن أنا سمحت لي الظروف إن أنا أعايش بداية عمل قناة الجزيرة أو افتتاحها، وكيف الأمور ماشي كانت بتسير في اتجاه إنشاء قناة ليست إخبارية محايدة ولكن إخبارية منحازة الحقيقة.